مثلت الكفة بكل جوارحك ماجي. أحيانا واحد بده وقت ليرجلش ورا هيك دور ما بده كتير وقت. أنا بصراحة بعد مرة جلشت على الآخر. آه مبين هلا في وشة يعني. في وشة في وشة لأنه كتير تأثرت كتير اتضايقت كتير. أعطيت الدور حقه. برافو. إيه يعني برافو. أعطيته من قلبي. خليني أروح على أسئلة يعني بعض الكومنتس. ميرا خليل بتقول لك انت احلى انسانه بالكون وطلبت انه ان شاء الله توصل رسالتي عشان هيك نقينا على الكومنت. حبيبتي دائما بتوصلني رسائل على فكره بقري لها الكومنت تبعك. انت عملتي بيبي باحضان مين انت بيبي؟ انا؟ ايه صعب هالسؤال. طيب ماهر يوسف بيقول لك ماهر يوسف بالديسلايك بيقول انه ليش بنضحك على الناس باغاني انسانيه؟ مش من الاحسن ان نساعدهم ماديا بدل ما نشهر على حسابه؟ مزبوط. هيدا صح. قلتيش لاغنيتك الاغنيه لا هو عم يحكي عن اغنيتي. مزبوط. شو بتردي عليه لماهر؟ برد عليه بقول له انه الاغنيه لانشينج انعمل ومباع فيه سديات طلع مبلغ كثير عالي وريع هيدي الاغنيه يا ماهر بيروح لسان جود لعلاج الاطفال المصابين بالسرطان وما فيني خبرك قد ايه باع وطلع مصاري. فهي مش اغنيه بقصد الشهره. انا عملت اغنيه ثانيه بقصد زياده المال. اكيد زياده المال والمدخول لهالاطفال. الهدف نفسه. لقيتي بحضن مين انت بتكوني اذا كنت؟ لا شغلتي لي بالي هلا يعني باس. طيب الفون كول طلبت تكون للصحفيه من حقيقه ندى عماد خليل. صح. بتاخذي انت الفون كول بتساليها شو لايك وديسلايك بليز. اوكي. الو الو بونسوار. بونسوار ندى. كيفك ماجي؟ منيحة حبيبتي وانت؟ الحمد لله. انا بقول بونسوار الك ولريما. يا هلا ندى. ما تقصطوني الدقيقة اللي عطيني اياها خلوني يلا. احكي يلا لايك وديسلايك والهواء الك. اوكي اوكي حبيبي. انا بقول لايك على كل شيء قالته ماجي. اصلا هي بتعرف قديش انا وياها بنشبه بعضنا بطريقة تفكيرنا بالحياة وبنظرتنا للحياة وحتى بظروف حياتنا بمطرح معين. كثير حبيت ما قالت اللي وصلوا بالفرصة ما بيتمتعوا بنجاحهم والحق على المنتج لأنه هو بيعطي فرص لناس ما بتستاهلها. وحبيت كمان أنه فكرة أنه جوليا بطرس تكون رئيس جمهورية. اللي ما بحبه بماجي مش اللي ما بحبه يعني بخاف عليها منه هو قد ايه هي شفافة وحساسة. يعني أوقات بتعيش معاناة أشخاص. بس بدي جواب بالحلقة ندى ما حبيتي. ندى بدي جواب بالحلقة ما حبيتي. ما في عندي جواب بالحلقه ما حبيته ما بقدر. صار فيي مثل ورد الخال مش لاقي شيء يقول عنه ديسلايك. صح. مش رايي ورد الخال ما لقيت شيء يقول عنه ديسلايك. ميرسي ندى على اتصالك. ميرسي يا ندى كلك ذوق. انا بعرف انه ندى ما بتجامل وندى من الناس الاول اشخاص تعطيني ملاحظاتها. بس بعد اذا ما جاوبت على هذا السؤال هلا اللي سالناه حتكون ديسلايك. خلينا نشوف الانستغرام على ال خلينا نشوف الانستغرام. انستغرام شو نقيتي لي صوره؟ ياي ولادك اول ما خلقوا يارا وريان. الله يخلي لك اياهم. الله يخلي لك اياهم. قد ايه بتعني لك هالصوره؟ شو بتكتبي على ظهرها؟ بكتب انه اول ما خلقوا حسيت عندي صار لي هويه حقيقيه وعندي عنوان. عينيك عم هيك كلهم بيقولوا لي بس عم بشرقتوا. طيب نحن هلا بدنا نروح على شو بعد عنا؟ عنا ستاتس الخاص فيكي ونكست جيست بكره عنا زياد بطرس. نعم. لشو بتقولي هلا صار خيال رئيس الجمهوريه زياد بقرار منك؟ صح. شو بتقولي له لايك لزياد؟ شو بقول له؟ على الكاميرا باقي مشان بروموشن يلا. بقول له لايك لفنك الراقي الحلو، لايك لشخصيتك لانه انت من الناس الصريحين اللي ما بتبيض وجه بتعطي رايك بشفافيه بصراحه. والديسلايك؟ وفي لك ديسلايك ما تزعل مني. هي ديسلايك حلوه انك عم تبخل علينا بطليتك ومشتاقين لك كثير. اوكي بدوري على الستاتس اللي انت بدك اياه لاقول الستاتس اللي نحن اصلا كنت اعطيتينا اياه قبل. خلينا نعمل له بوست. بتلاقيه هيك؟ بتلاقيه؟ بس قولي لي الستاتس اللي انت عملي بوست بليز عندك بس على هيدا. اوكي يلا هي طلع على الهواء. شو بيقول الستاتس؟ قولي لي. السعادة. السعادة المرهونة بقرار ورغبات الآخرين هي مؤقتة ولها تاريخ لانتهاء الصلاحية. كنت حاطة جملة حلوة إيتيا. حاطة جملة تانية بدي إيتيا. فينا فيها فينا ما فينا صرنا 11 على كل حال أنا بقولها بلسانك بكرة بس ولا تزعلي. لا بالعكس. أهلا وسهلا فيك ماجي. أنا بدي أقول لك إنه انبسطت كثير. إن شاء الله ما أكون حكينا شي كلمة برات ال أنا انبسطت وما شبعت ولا انا. بكره رح يكون معنا زياد بطرس مشاهدينا الساعه 10:30 بلايك هالحكي لايك بكره. لايك زياد بطرس لايك اذا باي.